من يمن الإيمان لمقاومة لبنان. هذه أموال يمنية، وهؤلاء قادة من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، وهم في لحظة نشوة أثناء عملية تسليم الحصيلة النهائية للمرحلة الثالثة لجمع التبرعات الحوثية دعما لحزب الله في لبنان، الذي يعاني ضائقة مالية بسبب العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران. فميليشيات الحوثي تجاهلت مأساة اليمنيين ومعدلات الفقر والمجاعة التي وصلوا إليها نتيجة الانقلاب الحوثي على سلطات الدولة، واتجهت لجمع ما تبقى لديهم من أموال دعما لميليشيات طائفية في لبنان. هذه وثيقة تكشف أيضا قيام إدارة إذاعة سامي الحوثية التي أدارت حملة التبرع لحزب الله بتسليم حصيلة الأموال للمرحلة الثالثة المقدرة بأكثر من 140 ألف دولار إلى مندوب زعيم التمرد عبد الملك الحوثي. وبحسب الوثيقة فإن رجل إيران في اليمن عبد الملك الحوثي هو من سيتولى تسليم حصيلة التبرع لرجل طهران في لبنان حسن نصر الله. مصادر يمنية في صنعاء قالت إن حملة التبرع التي نفذتها ميليشيات الحوثي دعما لحزب الله تمت إجباريا وليست طوعيا، وتظهر هذه الكشوف اقتطاع الحوثيين أموالا من مستحقات العاملين في قطاع الاتصالات في مناطق سيطرتهم دعما لحزب الله اللبناني. كما أجبرت الميليشيات الحوثية المحلات التجارية في صنعاء على المساهمة في حملة التبرع تحت التهديد. واعتبر كثيرون من اليمنيين أن خطوة الحوثيين لجمع التبرع تأتي في إطار رد الجميل لميليشيات حزب الله التي مدت الحوثيين بالأسلحة والخبراء وساندتهم في الحرب ضد الشعب اليمني.